تعالوا نروح نشوف تقرير مهم جدا عن ميركاتو النادي الاهلي المنتظر، وبعد كده نروح فاصل ونرجع نكمل اخبارنا. خليكم معنا. الدعم مستمر لتحقيق المزيد من النجاحات. هكذا يعمل مجلس إدارة النادي الأهلي في الوقت الحالي، حيث يبحث عن تدعيم صفوف الفريق الذي يقوده السويسري مارسيل كولر ببعض المراكز، وذلك تلبية لاحتياجات المدرب الذي يبحث عن حصد المزيد من الألقاب للقلعة الحمراء. واستطاع النادي الأهلي أن يتم اتفاقه للحصول على خدمات الجزائري زين الدين بلعيد الذي يجيد في مركز قلب الدفاع، قادماً من اتحاد العاصمة الجزائري بعقد يمتد إلى 4 مواسم، وذلك تحسباً للرحيل المحتمل لمحمد عبد المنعم وكذلك محمود متولي. ويعد بالعيد من أبرز اللاعبين الذين أثبتوا تألقهم على الساحة الإفريقية خلال المواسم الماضية مع اتحاد العاصمة، فلم تقتصر موهبته على إجادته لمتطلبات مركزه الدفاعي فقط، بل يظهر اللاعب تألقه الهجومي من خلال إجادته تسجيل الأهداف عن طريق الرأسيات، إذ سجل 5 أهداف على مدار الموسم الجاري مع فريقه الجزائري. ولا يزال بحث الأهلي مستمراً عن تعويض غياب التونسي علي معلول في مركز الظهير الأيسر، إذ يسعى مجلس إدارة القلعة الحمراء لحسم تعاقده مع يحيى عطية الله لاعب سوتشي الروسي الحالي والوداد المغربي سابقاً، مستغلاً عدم حصول اللاعب على فرصة المشاركة باستمرار مع فريقه الروسي ورغبته الواضحة في الرحيل، فضلاً عن خبراته الإفريقية والذي توج مع الوداد من قبل بدوري أبطال إفريقيا موسم 2021-2022. وفي الخط الأمامي للأهلي تأكد رحيل أنتوني مودست عقب انتهاء عقده بنهاية شهر يونيو الجاري ليكون البوركينابي محمد كوناتي المحترف بصفوف أخمات الروسي الهدف الأساسي للقلعة الحمراء في الوقت الحالي، خاصة مع أرقامه المميزة مع فريقه، وذلك بعدما سجل 13 هدفاً وصنع هدفاً خلال 35 لقاءً هذا الموسم، ليسعى النادي الأهلي للاستفادة منه بالتعاقد معه. وبين تدعيمات دفاعية وأخرى هجومية، يسعى الأهلي لمواصلة نجاحاته المحلية والإفريقية تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.